عايشين تحسب رانا في بلادنا. العكس ألمانيا صعيبة بصح ولا لا؟ بصح تحس راك في بلادك كأنك مواطن، يعطوك حقوقك كرامتك تعيش بكرامة، بصح في بلادك في بلادي كنت تحس روحي غريب، هذيك هي الغربة كنت عايشها. كي جيت لبلاد الناس عرفت باللي في بلادي كنت عايش الغربة الحقيقية. اسكو كنت عايش الغربة الحقيقية باسكو المجتمع لا سوسيتي والناس، ولا اسكو السلطة هي اللي خلتك تعيش؟ لا، السلطة هي اللي حتمت عليا نخرج من البلاد باش نعرف اني كنت عايش في بلادي غريب. الغربة شا هي الغربة؟ السلطة مثلا واش دارت لك الغربة؟ خلتك تبينك غريب. الغربة هي انك تعيش في بلادك وما عندكش حقك لا في السكن ولا في العمل. الغربة هي انك إذا كنت خدام وكان مستواك الاجتماعي مليح وكنت جيت ضد الأفكار تاع النظام يوقفوك من العمل تاعك، هذه هي الغربة. الغربة أنك تلقى في عمرك 50 عام ولا 60 عام، ماشي هي أنك تلقى في عمرك 50 عام 60 عام ما عندكش وليدات اللي يرفضوك في العقايب. الغربة خويا العزيز هي أنك كي تبغي تدافع على الحق ما يخلوكش ويسجنوك ولا يقتلوك، هذه هي الغربة الحقيقية. أما في الغربة في بلاد الناس خويا العزيز عند الكفار ما شتنا منهم غير الخير. شوفونا يا الكفار شادر فينا، شادروا فينا المسلمين تاوعنا، الحكام تاوعنا المسلمين. تسمى انتك مخلط، اسكو السلطة ولا المسلمين؟ تسمى سي ديفيرون. المشكلة ان السلطة تاعنا هذا النظام يدعوا بالاسلام ويلعبوا للشعب بالعاطفة، يخربوا له في الكوتي تاع الدين باش يلعبوا له في العاطفة. كونكو احنا مسلمين، بصح انا على حسب ما شتش ما راكمش انتوما مسلمين. المسلمين الاسلام اخلاق. الله عز وجل كي خطب النبي عليه الصلاة والسلام قال له وإنك لعلى خلق عظيم. الله الله، الخلق العظيم شتها هنا خويا لطفي. وانا في البلاد خويا لطفي كنت نتمشى ونقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، راني هنا في أوروبا راني نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سي نورمال، شعر اصفر وعين الزرقاء تما طالعه هابط. لا ماشي شعر اصفر، لا خويا العزيز ما جابتناش الشهوه تاعنا، حنا ماناش حيوانات. على خاطر الله عز وجل خلق الانسان وخلق الملائكه وخلق الحيوانات.